كده يا حبايبي، كده بداية الحلقة بتاعتنا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ اللقمة بسم الله ما شاء الله، حاجة بقى من الاخر، عسل عسل عسل. جربوها وهي تعجبكم جدا جدا جدا. صينية، ايه رأيكم؟ بس بجد بجد يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض القرصه الصفراء او المحوجه. القرصه الصفراء بطريقه البورصه عاديه، او المحوجه بطريقه الدمياطيه. يعني كل بلد لها ايه، كل شيخ له طريقه. هنا كيلو من الدقيق نخلاه مرتين، هنا كوب عسل اسود، هنا كوبايتين سكر مطحونين، كوبايتين زيت، هنا سمسم، هنا حبة سودا او حبة البركة الفانيليا، هنا معلقتين لبن بودرة، هنا التحويجة بتاعت ايه، بتاعت دي المحوجة بتاعت كيلو دقيق. بجيب بروح للراجل بتاع العطار بقول له عايزة محوجة كيلو دقيق، وهنحط لها معلقتين سمنة يا حبايب قلبي. بص يا حبايبي، هنحط عفاها كوبايتين من الزيت، ودي سمنه كريستال، سمنه نظيفه كريستال الصفرة. هناخد منها معلقتين اتنين على كوبايتين الزيت، دي معلقه كده، معلقتين السمنه يا حبايب قلبي. هنحط عليهم كوبين من الزيت، وهنرفعهم على النار يسخنوا، ونرجع لكم. هنحط مع بعض الدقيق، هنحط عليه كيس بيكنج باودر، ونحط عليه السمسم، هنسيب شويه للوش، وهنحط عليه الحبه السوداء، ونحط عليه بقى ايه، التحويجه. لكل كيلو دقيق انا جايبه دولت بخمسة جنيه، لكيلو دقيق بخمسة جنيه تحويجه بتاعه القرص، ما بتاخدش اكتر من كده يا حبايب قلبي. وهنحط عليهم بقى معلقتين لبن البودره، كلها هنقلب المكونات كلها مع بعضها. هنحط عليهم كوبين من السكر، سكر البودره، نحط الكوبايه، والزيت بتاعنا والسمنة على النار، بنسخنهم لمدة، هتسخن لمدة خمس دقايق كده يدوبكش تسخن معانا. بس حبايبي سخنت الزيت مع معلقتين السمنة، نحط عليها الفانيليا ريحة كده، هي اول ما حدش بيحط فانيليا، بس الفانيليا بتخلي لها طعم وريحه جميله قوي قوي. بنحطها في السمنه بالزيت كده، وننزل عليها قد ايه، هنقلبها شويه مع بعض كده يا حبايبي. بستناها زي الكحك بالظبط. بس معلش يا حبايبي، انا بعمل لولادي، ما بعملش في مصانع ولا حاجه، يا ما بحبش البس حاجه في ايديا كده بتبسيها. شفتي عملت ازاي؟ دي النتيجه بتاعتنا المطلوبه. هننزل عليها بكوبايه العسل الاسود، كوبايه كامله، وهنقلبها فيها. هنحط الكميه كلها في الصينية ونسواها مع بعض. لازم تستوى كلها زي بعض بالظبط، وكده يا حبايبي شفتوا سويتها ازاي. اه لو عندكم بقى بتاعه المخبوزات ديت العجله، بس انا ما عنديش،
عملتها بايدي بقى ورشيت عليها شويه سمسم، بس بجد بجد مقادير مظبوطه جدا. لازم تخليها مساواه، مفيش حته اعلى من التانيه، حتى الطروف ديت لازم تكون مساويه علشان ما تتهروقش مننا. بعض بمعلقه من الجنوب يا حبايبي عشان ما فيش حته طالعه وحته نازله. المعلقه كده هتسويها جدا، مش عايزين حته طالعه وحته نازله عشان تبقى كلها مسوية مع بعضها. هنجيب سكينة بقى هنقطعها عشوائي كده عشوائي، لازم تتقطع قبل ما تدخل الفرن. مكعبات، سمبوسة، اي حاجة من ديت لازم تتقطع حتة عشوائي. بتبقى حتت كده يا حبيب قلبي، ما تكبرهاش عشان انا عندي اطفال، وعشان الحته تبقى على قد ايه، ما حدش يرجع من الحته حاجه. متقطعه بالشكل ده بنكون مولعين الفرن على 180 في الرف الوسطاني، ونحطها هتاخد بالظبط تلت ساعه. وكده يا حبايبي شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، بس الكاميرا ظلمة الشكل بتاعها والله. هي لونها رايق عن كده كمان، بس في جميلة جدا. حاجة بقى من الاخر، حاجة فاخر من الاخر. وكده ننهي الحلقة بتاعتنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعليق حلو منكم واللايكات يا حبايب قلبي.